reicht doch. Deine ist kaputt, schade, ja? Aber ist lecker. Wirklich. Alles bei euch, gehst euch, alles gut. Heute ist mein Essen, Pizza. Wir haben eine Teige hier, Pizza. Das ist immer alleine, ja, Osman. Das ist immer alleine, Osman. Wenn ich mir noch ein, dann soll alles weinen. Käse und das Kappe. Das ist die Soße selber gemacht. Drei Stück Tomaten. هذا الزوز هذا أنا منه مقبل دولار حطوه تعمله بالميكس تعمله مع ماي شوي عندك بديه ويغيب الغياب اتعذبوا الشقا ويا محلى العذاب عندك بديه ويغيب الغياب اتعذبوا الشقا ويا محلى العذاب اذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب واذا انت بتتركني يا اغلى الاحباب الدنيا بترجع كذبي وتاج الارض تراب كباي ملعق بيفقرك بحبك نسك كباية ماء سخن ونسكين خطوة زيت زيتون ملح ملعقة سكر أنا قلبي على إيدي لإنساني قلبك والسهرة عبابك أغلى من سني وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك مش مالك مش مالك بسألك بحبك تسأل شو بني شو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني فرقت الإيدي لحمدها بالشبك على قد السنية الدورة عشان تساعد ما شاء الله ما كيف صارت لحتى بالسنية سألوني شو صاير ما شاء الله في بلد العير مزروع داير نار وبواريك سألوني شو صاير ببلد العير مزروع داير نار وبواريك قلت البلد عم يخلق جديد لبنان الكرامي والشعب العريق لبنان الكرامي والشعب العريق كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك شوفوا شوفوا كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك اكيد الزيتون هو بيطيبها وزهنك في الرقبة بيجمعنا حبك وحبي من ترابك بكنوز الدنيا وبحبك يا لبنان يا وطني بحبك يا لبنان يا وطني بحبك مش مالك مش نوبك بسألك بحبك عجبني كتير بسأل شو بني عجبني من حتى فتك زي بسأل شو بني ودلع نفسه وشو اللي ما بني حبك يا لبنان يا وطني حب
شكرا كثير. لايك بعد هالتعب. تفضلوا ما فيش منامتكم. هلا بالفرن حرارة 180 من تحت 10 دقايق من فوق 3 دقايق. صحة وعافية ان شاء الله. الله اكبر. فينا نعمل هيك بيتزا صغيرة. نعمل واحدة. نعمل هيك بيتزا صغار. تروينا. تروينا. هلا عملنا مسكرة غير شكل. اطراف ما حط لها عشان تسكر النار. هذه البيتزا الشهية مع الشيف أحمد خلصي. إن شاء الله تعجبكم هيك الطريقة. إن شاء الله. بشمالك بذنوبك. حاولوا تفضلوا. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير شيركم أحبكم أصدقائكم. تبخلوا بدعمكم. شيركم نحن في الأول نصف. جزا الله خير. تسأل شو بني.